السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكل مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم بيت دعاء. انا حاسه ان معظم الناس مكتئبه، مضغوطه، يمكن الحظر، يمكن الكورونا، وبعض الناس برضو طبعا منهم اتأثر شغلهم، وبقى في خناقات احيانا في البيت وغيره وغيره. الحاجات دي خلت في نوع من الاحتقان والتحفز، محدش طايق حد. طبعا انا لمسه ده في التليفونات اللي بتجينا في البرنامج وفي الناس طبعا في المحيط بتاعي، وبصراحه حسيت ان في علاج سحري لحاله الاحتقان والالتهاب دي. العلاج ده في سنه جميله قوي، هي سنه التغافل. التغافل ده يعني زي ما احنا بنقول كده، يعني ان احنا نكبر دماغنا. ازاي وليه؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفنا الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف. اهلا بيك يا شيخ احمد. ربنا يخليك ويحفظك يا رب ويسترك. بيقول لك انا روحي هنا، انا مش، بصي، مش طايق حد. ايوه. مش طايق دبان وشي زي ما بيقول. انا روحي في مناخيري. طيب السنة بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليها النهاردة اللي هي التغافل. يعني ايه كلمة التغافل؟ يعني ايه السنة دي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. التغافل كده بالمعنى البلدي هو التغاضي عن الهفوات والزلات وإحصاء السيئات. عارفة لما تيجي تتكلمي مع حد تقول له بص بقى انت عملت كذا في اليوم الفلاني وفي الساعه الفلانيه وانا مش عارف كذا و و و وهكذا. ال 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 هنا نقول لا يا جماعه، من الحكمه اللي عاوز يكسب بقى ود الانسان، ودي من المهارات التعامل في الحياه، ان الانسان مش لو هو مشي بالطريقه دي على طول هيشتبك، هيبقى في تشابك كده مع كل الناس، لان لا شك ان في هفوات بتحصل من الناس، كله بني ادم خطاء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فانا شفت دعاء بتعمل حاجه كده، فانا هقول انت ايه اللي انت بتعمليه ده يا اخي؟ طب ما تعدي عدي. ولذلك يقولوا كده الحسن البصري يقول ما استقصى كريم قط. الراجل الكريم ده اللي هو ايه؟ اللي هو ما يقفش على الواحده، بيعدي. ولذلك احنا قلنا قبل كده الشاعر بيقول ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه من يتغابى. واعظم المصلحين واعظم الناس هو اللي كان بيبقى عنده فن التغافل ده. ده فن ومهاره عظيمه جدا. القرآن حكى لنا الكلام ده في سورة التحريم. لما نيجي نقرأ في أول التحريم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم. لما بيقول بقى القرآن بقى وإذا أصر النبي، خلي بالك بقى في سر هيقولوا لمين؟ هيقولوا لحفصة. يقول لها بص تعالى أقول لك حاجة بس ما تقوليش لعائشة. خلاص؟ لأن النبي كان عند ماريا القبطية. المهم هي في تعدد الأقوال في المسألة، قال لها سر عليه الصلاة والسلام. إيه هو بقى السر؟ خلاف بين العلماء، مش موضوعنا، لكن النبي أسر إلى حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أم المؤمنين حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب، قال لها سر وقال لها ما تقوليش عائشة. حفصة وعائشة الاتنين حبايب بيحبوا بعض، ومن ضمن الناس الفريق ضد فريق تاني، يعني زوجات النبي فريقين، فريق كان فيه حفصة وعائشة وفريق تاني فيه زينب رضي الله عنهن جميعا. فراحت حفصة قالت لها بقول لك إيه، ده حصل كذا 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 كذا. فاطلع الله عز وجل النبي ان حفصه راحت بلغت مين؟ مع انها قال لها ما تقوليش ما تقوليش لحد. واذا اصر النبي الى بعض ازواجه حديثه فلما نبأت به واظهره الله عليه. ايه اللي حصل بقى سيدنا النبي؟ عمل ايه؟ كان عنده فن التغافل ده عليه الصلاه والسلام. اللي هو عرف بعضه واعرض عن بعض. فاحنا بنتغافل لاجل الود. انا عاوز اقول لك اللي انا عرفت، فاللي يخليني عارف الجزء اعرف الايه؟ هعرف الكل، لان الله هو الذي اطلعني، ما حدش تاني قال لي. خدت بال حضرتك؟ وكأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يا جماعة خلي بالكوا في التعامل، ما ينفعش اللي انت يبقى في موقف مع مراتك وتروح مصطدم بيها وقول لها تعالي بقى تعالي، ده كان يوم ما يعلم بحاله ربنا يوم ما اتجوزتي. في اليوم الأولاني اليوم الأولاني حصل كده، نقعد نفتكر لبعض بقى، هيجيب بقى القديم والجديد، وهي برضه هتقلب له القديم والجديد. ولذلك دايما يقولوا كده تغافلوا لأجل الود، تغافلوا. والحكماء يقولوا حاجة جميلة قوي، يقول التغافل يطفئ شرا كثيرا. عارفة تبقى في نار مشتعلة، والإنسان لما يبدأ يتغافل بيطفئ شرا كثيرا. ولذلك سيدنا معاوية بن أبي سفيان كان يقول كلمة حلوة قوي، يقول العقل ثلاث أتلات، تلته في الفطنة الذكاء. ده راجل ذكي، فواحد يقول لك ده ما فيش أذكى منه، بس ده التلت. طب والتلتين إيه؟ قال في التغافل، وثلثاه في التغافل. فالإنسان إذا أراد أن يتعايش في هذه الحياة لابد أن إيه؟ لابد أن يتغافل. ولذلك ما ينفعش اللي احنا نبدا نقف على واحد يقول لك ده انا بص انا ايه انا ما
روحي هنا في مناخي، ما فيش حاجه يعني، تعالى تعالوا نتغافل، وزيك يقول تغافلوا لاجل الود حتى يبقى الود بيننا، تعالوا نبدا ايه، نبدا نتغافل. خلق جميل جدا ويا ريت كلنا نعمله بصراحه، بس ان احنا مش ايه، التغافل هو اللي ابقى مغفل، لا عشان كده احنا بنقول نخلي بالنا من المساله دي. اه طبعا التغافل خلي بالك، انا فاهم وعارف انت بتعمل ايه وعامل نفسي اللي انا مش عارف في حاجه خالص، بس ليه؟ عشان اعدل الموقف ويبقى الود ما بيننا، والا هقف لك فانت هترد عليا، ولذلك سيدنا النبي فهنخسر بعض. هنخسر بعض في البخاري مثلا حديث ابي هريره رضي الله عنه، حصل موقف كان بيسبوا النبي، بيشتموا النبي عليه الصلاه والسلام، فكانوا هم يجوا يشتموا النبي، طب نصفه ايه؟ نصفه نقول مذمم، بدل ما نقول محمد نقول مذمم. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: انظروا الى قريش، يعني يسبون مذمما ويشتمون مذمما، وانا ايه؟ وانا محمد. مع انه يعلم طبعا عليه الصلاه والسلام ان هم بيشتموه، بس يتغافل صلى الله عليه وسلم. ليه بقى بيتغافل؟ لان لو واقف ورد عليهم ايه اللي هيحصل؟ مشكلة. ما هيردوا عليه، وهنبدا بقى في ايه؟ هيعمل كده المشكلة اللي هم عايزينها. ايوه، ولذلك تغافل عليه الصلاه والسلام، ولذلك التغافل يطفئ شرا كثيرا. صح. طيب نبدا ناخد تليفونات. عايده اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. انا كان عندي سؤال للشيخ لو سمحت. اتفضلي يا فندم. انا متكسله طفل وجايباه معايا البيت، بس انا بحط له جايبه ايه؟ معلش احنا مش يعني الكلام مش واضح، اتكلمي بالراحه وبصوت عالي. انت متكفله طفل؟ ايوه. متكفله في بيته يعني؟ لا في بيتي انا. يعني انت معيشه عندك؟ اه. طيب ربنا يتقبل. عنده كام سنه؟ هو عنده 6 سنين حلال، انا جايباه من سن سنتين. عنده ايه؟ عنده 6 سنين. وهو عندك في البيت بقاله قد ايه؟ بقاله 4 سنين دلوقتي. بقاله 4 سنين عندك في البيت، يعني هو اما جالك كان عنده سنتين. ايوه. انت جايباه منين طيب؟ يعني جبتها منين؟ يتيم؟ من ملجأ يعني؟ ايوه. تمام. لكن اسمه مش مش على اسمكم. ما في اوراق بقى بتطلع بقى. تمام. بس انا بحط له زكاة المال بتاعتي بحطها له باسمه في البريد. لا بصي الصوت مش واضح. الو؟ قولي تاني بقى. زكاة المال؟ زكاة المال بتاعتي انا بحطها باسمه في البريد. ماشي، عملتي له دفتر في البريد وبتحطي الزكاة فيه. زكاة المال. ماشي. فده صحيح ولا في حاجة يعني فرمانية عليه ولا حاجة؟ طب انا عايزة بقى اسألك سؤال تاني. ايوه. انت بقى يعني قايله للناس، يعني كل الناس عارفين ان هو طفل يتيم وانت بتربيه وهو عارف كده، ولا هو لما يكبر هتقولي ايه، ولا انت ايه القصه اللي انت عاملاها علشان خاطر تحافظي برضو على نفسيته؟ ايوه انا عامله ان شاء الله يعني لما يكبر ويبدا يسالني، هو لسه ما يعرفش حاجه. انا هقول له طبعا ان انا كنت مامتك اصحاب وباباك وهم توفوا في حادث، وانا يعني كفلتك وكده، وانا ربيتك عشان انا معيش ولاد. برافو. وانت ابني وحبيبي وانا ماليش حد الا انت يعني. برافو عليكي. وانت متجوزه؟ ها. ايوه انا وجوزي. زوجك موجود صح؟ ايوه. ربنا يحفظه لك يا رب ويحفظك ليه. و بس ادعي له يا شيخ لانه شاي جدا. بالله عليك ادعي له. الولد شقي؟ ايوه ادعي له ان ربنا يهديه. طفل 6 سنين وعاوز يبقى ايه طبعا؟ خليه يتنطط ويلعب كده وفي حياتكم يعني، وربنا يبارك فيكم. بس انا عاوز اقول لك، انا بشارك ببشره النبي عليه الصلاه والسلام: انا وكافل اليتيم كهاتين، واشار النبي بالسبابه الوسطى كهاتين في الجنه عليه الصلاه والسلام. فانت أيوة. ابشري. وبعدين الولد مش مكتوب باسم زوجك صح؟ ايوه. طب الحمد لله. وهو لا يملك من المال شيئا، يعني هو ما عندوش فلوس مثلا، ما فيش حاجه خالص. لا ما فيش. فاولا انت جزاك الله خيرا بتاخدي ثواب عظيم جدا للكفاله. أيوة. دي الحاجه الثانيه، بس عاوز اقول لك خلي بالك، خلي بالك مهم جدا اللي انت لما الولد يبدا يبقى يميز كده، خلي بالك من العورات، مهم جدا المساله دي، لان هو مش ابنك على الحقيقه. خلي بالك من كده. طبعا كده من دلوقتي. خلي بالك من المساله دي، فاحسني. أيوة. تربيته واحسني ادبه، وزوجك الكريم ربنا يبارك فيه، وده في ميزان حسناتكم. وببشركم ببشرة سيدنا النبي: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. كونك بتطلعي زكاة المال بتحطها باسمه هو في البريد، عشان لما يكبر يلاقي حاجه، يشتري شقه، يتجوز، يبدا يشتغل، يفتح مشروع، هو فقير يتيم لا باس بذلك، وان شاء الله ربنا يتقبل منك يا رب العالمين. بس خلي بالك من شويه الملاحظات دي. ربنا يكرمكم بجد ويتقبل منكم. اهم حاجه فعلا تركزي فعل خير قوي حلو في الحاله النفسيه. ايوه، في الجو النفسي اللي انت عاملاه له، عشان الحكايه دي مهمه جدا، وربنا يبارك لكم يا رب. بس في نقطه مهمه، ان هو 6 سنين، فبتقول الطفل شقي. الطفل ال6 سنين فعلا بيبقى شقي طبعا. هو الطبيعي ان هو الطفل ال6 سنوات ده احنا بنسموه شقي بقى، بنسميه عنيد.
بيبقى عنيد وبيبقى وعنده كثره بيبقى حركه هايبر وبيبقى متحرك ايوه، فاحنا لازم نخلي بالنا من المسائل دي ونتعامل كان دي طبيعي، بس ازاي طبيعي. نتعامل معاه بايه؟ بذكاء بذكاء بفطنه يعني. ربنا يكرمكم يا رب. يا رب جزاهم الله خيرا يعني. ايمان اهلا بيكي. ايوه ايمان سامعاني؟ طب حاولي تكلمينا مره تانية حبيبتي. نرجع للتغافل. التغافل ده جميل. لا هو مش جميل، بس ده هو ده بيمنع بيريح. شفتي يعني بقول لك التغافل بيطفئ شرا كثيرا. تعالي نشوف بين الزوجين بقى لما يحصل مشاكل ايه اللي بيحصل؟ لما بيقفوا على الواحده بيصلوا الى الحد ايه؟ الطلاق. طلاق والعياذ بالله. فعشان كده لو تغافلوا اللي هو ذلك تغافلوا لاجل الود. حلو قوي المعنى ده، اللي تعالوا يا جماعه نتغافلوا. الانسان الذكي اللي بيبقى زي ما اقول سيدنا معاويه رضي الله عنه، هم تلتين اتنين، تلتين في التغافل وتلت في الذكاء. ما تعملش فيها ذكي وانت بقى عمال تقف لها على كل واحده او هي بتقف لك على كل واحده. يا سيدي عدي عدي خالص. ولذلك احنا قلنا قبل كده في حلقه السيده عائشه رضي الله عنها ايه اللي حصل، ان النبي قال لها اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله، ولما لهذا عارف بقى لو واحد عمل لمراته بس كده انت كمان بتضربني، انت بتمد ايدك كمان، يعني انت عامل غلط وبتمد ايدك عليا، يقعدوا بقى يكبروا الموازين. لكن السيده عائشه تغافلت الضربه دي لانها حست ان انا ما انا وقعت برضه في غلط، فتغافلت دي لاجل. طب واقول لهم ايه يا رسول الله؟ بص راحت نقلع خلاص الدفه 180 درجه، راحت حته تانية تماما. وهنا حسن الايه، هنا في مهاره في التعامل وازاي نتعامل مع بعض، فده فن مهم جدا محتاجينه يعني. محتاجينه جدا. وبقى مثلا نشوف بين الاصحاب القصص، انت عملتي، انت رحتي وما قلتليش، انت اشتريتي يعني دي وانت خبيتي عليا وخرجتوا، اي كلام اللي هو بتاع الاصحاب اللي فجاه بيعمل قمص وخناقات. ما هو بقى ايه، بينقلب الى شر. فالتغافل ده يطفئ بقى الايه، النار المشتعله دي بين سواء بين الاصدقاء سواء. لكن انا مهمتي بقى في الحياه دي اللي انت اوعى تخسر صديقك فتغافل لاجل الود. الحاجه الثانيه بقى، حافظوا على الاسر يا جماعه، خاصة لما يكون في أطفال. بالله عليكم بالله عليكم، فواحد يقول أصل أنا بقى ما بحبهاش، عارفة إحنا ربنا قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فواحد راح لسيدنا عمر بن الخطاب قال له أنا هطلق مراتي، قال له إيه يا ابني ليه هتطلقها؟ قال له ما بحبهاش. راح ضربه سيدنا عمر، قال له البيوت يعني تبنى على الحب؟ أه طبعا تبنى على الحب طب. بس سيدنا عمر بن الخطاب قال له يعني إن فاتك الحب ففين بقى الرعايه والتذمم؟ فين بقى الاولاد والعشره هتطلعها عشان ما بتحبهاش بس يعني؟ طب وفين حسن العشره خاصه لما يكون في اولاد؟ يكون في اولاد نودي الاولاد دي فين؟ فعلاه بالدره رضي الله عنه، ده سيدنا عمر يعني. سيدنا عمر مفيش تفاهم. عمر طبعا. فقال وهل تبنى البيوت على الحب؟ فاين الرعايه والتذمم؟ حسن العشره دي فين؟ سيدنا عمر كان قوي كده، سيدنا عمر بن الخطاب. فكأن الرجل خاف او خلاص يعني المؤمنين انا راح يعني خلاص احبها عشان خاطرك. طيب معانا استاذ حسن، اهلا وسهلا. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. الله وبركاته. اكلم الشيخ مجدي. اتفضل يا فندم. بالنسبه دلوقتي انا عندي اولاد، ولدين كبار، بس يعني زي ما تقول في يعني عالم حب وشبه كراهيه. مش كراهية يعني ايه؟ لا ايه ده بس يا استاذ حسن، بينك وبينهم في شبه ايه؟ كراهية يعني هم، لا انا بالنسبة لي بحبهم جدا جدا جدا، هم وراك بيحبوني بس ايه، مش اللي هم اللي ايه يعني اللي انا اللي هم مش بيحبوك قوي يعني. ايوه مش متمسكين بالاب وكده، هو تبقى في شوية مشاكل. هم عايشين معاك؟ عايشين معاك؟ عندهم كام سنة؟ كبار، واحد 19 سنة وواحد 14. ايوه ايه بقى طبيعة المشاكل اللي بتحصل بينكم؟ لا هو ايه يعني عدم اقتناع باسلوب الاب وكده هوت. يعني مثلا يبقوا عايزين يخرجوا انت تقول لهم لا، عايزين فلوس تقول لهم ما فيش، عايزين جامعة معينة يعني تعترض ولا ايه؟ هو يعني الاب يعني بركة الظروف بتاعته برضك يعني مش متيسر قوي، وفي نفس الوقت برضك ايه يعني هم مش واصلين، او الاب برك مش واصل معاهم، اللي في تكاتف بينهم وبين بعض. طب بقول لك ايه يا استاذ حسن، معلش انا اسف. اخر حاجه قعدت، اخر وقت، اخر يوم، اخر ساعه قعدت معاهم كان امتى؟ يعني عملت معاهم حوار كان امتى؟ بس حوار اللي هو الحوار الابوي اللي فيه الحنان ده امتى؟ لا هم ما فيش فرصه ان هم يعني نتواصل مع بعض في حاجه زي كده. طب ينفع بالله عليك، معلش انا اسف يعني،
ان يبقى في الاولاد وفي السن ده وما بقاش في حوار، طب هم يعملوا حوار مع مين؟ هيتكلموا مع مين؟ يعني هل هم ممكن يروحوا يشوفوا اصحاب مثلا، حد يدلهم على طريق شر مثلا؟ طب هيروحوا مع مين؟ يتكلموا مع مين؟ هو في لما بيحاول الاب مثلا بيوصل ليهم يا ابني ويتكلم معاهم وكده اهوت، مثلا بيبقى ابني مثلا ايه مش فاضي، لا انا مش فاضي دلوقتي، لا سيبني انا هنام. ماشي كويس، أنا يعني قول له انت ليه ما بتقولوش مثلا انا بص انا هحترمك دلوقتي ان انت مش فاضي، بس تعالوا ناخد ساعه وقت، حددوا انتوا الوقت، وانا لو انا مشغول انا هفضي نفسي في الوقت في الساعه دي عشان اعمل معاه حوار مع اولادي. ده مهم جدا ان ده اللي انا اعمل معاه حوار، بس هو اللي يحدد الوقت، واخد بال حضرتك؟ ويا ريت معلش انا اسف يا جماعه، ما هو احنا لازم نعمل حوار مع الاولاد في الوقت ده. ليه؟ لاني انا عندي برضو كذلك الامر اطفال، فاللي احنا وكلنا عندنا الاولاد، فتعالوا نعمل حوار مع الاولاد عشان نفسيه الاطفال فيما بعد، لانه في الاخر هيبقى ايه؟ هو خايف من باباه، لا انا مش هتكلم مع باباه، فهيروح لمين؟ هيلجا الى الشارع، وفي الاخر ولا تحين مندم. وده سن المراهقه صعب جدا، عايز وانا ما عنديش سن مراهقه اصلا، يعني انا ما عنديش حاجه اسمها سن مراهقه، انا عندي دلوقتي في راجل دلوقتي بس محتاج الى يا جماعه كلام، محتاج الى احتواء وحنان محتاج الى حنان كل حاجه في التربيه، فاهمه؟ النبي كان بيعمل كده عليه الصلاه والسلام. شيخ احمد انا بشكرك جدا، ربنا يخليك يا رب يحفظك. فقرتنا عندنا فاصل لسه وهنرجع تاني نكمل، خليكم معنا مشاهدين. عايش في الدنيا عارف انا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا. وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية، معانا مبادرة استبقوا الخيرات برعاية الجمعية المصرية. احنا عرضنا حالات كتير قوي في البرنامج، وبصراحه الواحد قلبه بقى بيوجعه على حال الناس دي، وبستغرب ازاي ناس من اهلنا وحبايبنا وجيراننا يبقوا عايشين في ظروف صعبه كده، وفي ناس ما شاء الله مرتاحه ومبسوطه. ساعتها حسيت باهميه فقره الخير في برنامجنا ومبادره استبق الخيرات، لاننا وسطاء للخير بين الناس دي والناس دي. وزي ما قال سيدنا علي بن ابي طالب، ما جاع فقير الا بشح غني. يا رب قدرنا على فعل الخير واستخدمنا ولا تستبدلنا، ورقق كده قلوب الأغنياء على المحتاجين. مرحب مرة تانية بضيفنا الشيخ أحمد المالكي، أهلا بك يا شيخ. ربنا يخليك يا رب يكرمك. الحمد لله إن إحنا حلقة وصل ما بين اللي معاه واللي معهوش، وإحنا ندله على الخير يعني. أيوه يعني أداله على الخير كفاعل. أيوه ربنا يتقبل منا جميعا يا رب. وإحنا حقيقة إحنا يعني أحيانا وإحنا قاعدين كده بنشوف الحالات قدامنا، بنبقى أول مرة كمان نشوف حاجة زي كده، فيعني حاجة تدمي القلب لا شك، وإن ده كمان بيخلي الإنسان بقى اللي هو يتفاعل مع الخير، وإن هو يبقى يحاول بقدر الإمكان. أنا كنت دايما أستعجب سبحان الله، كان ليا أحد الناس الشباب يعني اللي هو دايما في الخير، أكلمه أنت فين يا حبيبي؟ يقول لي والله أنا في أسوان. بتعمل إيه؟ والله في أسقف كده بنعملها وبتاع ومش عارف إيه. وكان ممكن يجي يستلف يعني معاكش مثلا احيانا 100 جنيه ليه اصلا مسافر؟ طب يا ابني انت ما بدكش فلوس؟ يقول لك لا انا اصلا بعمل خير، يعني ده في الاخر خير لله تعالى. فسبحان الله يمشي الحال بصديقنا الحبيب ده، وفي الاخر لقيته بقى شغال ما شاء الله. المهم لغايه لما بقى شغال في شغلانه دلوقتي مرموقه ما شاء الله، وليهم مرتب محترم وبتاع، ممكن احنا اللي قلنا معاكش انت 100 جنيه سلف يعني. فهو ما شاء الله بقى هو ايه حاجه ما شاء الله كويسه جدا. ده كله انا شايف ان هو ده بفعل الايه؟ بفعل الخير. احنا اللي هو اعمال التطوع، احنا محتاجين ان احنا نبدا نفعل خيرا، اللي هو عارفه الحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، هو ايه بقى؟ صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. احنا محتاجين ان فاتك حاجه من الحاجات الثلاثه دي ما يفوتكش الاثنين، وما ينفعش ان هو يفوتك الثلاث حاجات اصلا، وما ينفعش ان هو يفوتك حاجه واحده من الثلاثه لو مش قادر خالص يعني اضعف الايمان ده اللي هو ما يفوتش ما فيش. طب واحد يقول اصل انا ولد وانا بايدي، طب ماشي يبقى فانا عندي ايه؟ علم ينتفع به او ولد صالح، ما انا مش متعلم. طيب اكفل طالب علم، شوف طالب علمي كده نبيه وروح قول له والله يا ابني انا هصرف عليك وبتاع، وبص بس انا عاوزك ايه حاجه كده نابغه تفيد الدنيا كلها. ما فيش مش لاقي، يبقى خلاص بقى في صدقه جاريه، ولازم تكون ذكي بقى في الصدقه الايه؟ الصدقه الجاريه. فاحيانا بعض الناس يجي يقول صدقه جاريه، الصدقه اللي هي نظن انها تبقى. خلي بالك بقى، لان لما تيجي تشوفي الاوقاف كتير من الاوقاف مثلا
هاتي وقف كده من 1400 سنه هتلاقي نادر الوجود، يعني حاجات كده قليله جدا. هتلاقي مع التطور الطبيعي للزمن الوقف ده ممكن يكون وقع، ممكن يكون مش عارف كذا. طب واحد يقول يعني الاجر بتاعه انتهى، اللي هو حط بقى ماله في الوقف انتهى؟ لا ما انتهاش، ان هو نيته ايه؟ ان العمل ده يستمر الى يوم الايه؟ الى يوم الدين. شوف النيه توصل فين. فلذلك نيه المرء خير منين؟ نيه المرء خير او ابلغ من عمله. يبقى ولذلك بنياتكم ترزقون، ده مهم جدا. فاحنا احيانا بيبقى احنا وصلت او حلقه وصل زي ما بيقولوا كده، والدل على الخير كايه؟ كفاعل. تاني بنقول للناس يا جماعه انتوا عندكم صدقه جاريه، شوف انا عندي اسرتي، ما تيجوا يا جماعه نطلع حاجه لله تبارك وتعالى، نعمل حاجه شهريه كده لله عز وجل، نبدا نطلع الصدقه. طيب انا لو طلعت الصدقه ايه فوائدها؟ فوائدها كبيره جدا، يكفي ان الله عز وجل ياخذها بيمينه فيربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل او اعظم من الجبل، جبل احد. فتخيلي الصدقه البسيطه قوي في نظرك انت دي اللي هي حاجه بسيطه جدا، يوم القيامه تجدي جبال من الحسنات. ايه ده؟ ايه ده؟ يقول لك ده بتاعتك انت. ايوه بتاعت مين دي؟ ده بتاعتك. ليه يا رب؟ فين ده؟ ما عملتش ده. فيقول له لا الصدقه اللي انت بس ده كانت صغيره يا رسول الله. ولذلك من ضمن القصص اللي كان يروى ان الراجل تصدق بجزء من رغيف يعني، فلما شاف القصر بقى لمين ده؟ قال له ده اللي تصدق ده انت، عشان قال له ده كان جزء من رغيف ليته كان كاملا. يعني ده جزء من رغيف ليته كان ايه؟ كان كاملا. امال لو كان كامل كان ايه؟ ولذلك الناس لما تدخل الجنه وتجد النعيم بسبب ايه؟ بسبب افعالكم التي فعلتموها في الدنيا، افعال الخير. فالناس تبدا تتحسر، يا ربي ده في الجنه ويتحسروا. تلاقي تخيل بقى واحد في الجنه في النعيم ده اللي هو ده، واحد يقول في خساره وبتاع، مالك يا ابني بتحسر؟ بتحسر ليه؟ ما هو على الاوقات اللي انا ضيعتها اذا كنت انا عملت حاجه بسيطه وربنا اكرمني بهذا النعيم، فما بالك بقى لو استغليت وقتي كله؟ طب فما بالك لو استغليت بقى مالي؟ تخيل لو انا عملت مش عارف ما شاء الله خير عظيم جدا وربنا اكرمني وبتاع، كنت انا هوصل يعني هروح فين؟ كذلك الامر، واحد ما بيذكرش ربنا تبارك وتعالى او يذكر الله قليلا وربنا اكرمه في الاخره واعطاه النعيم يعني، فيبدا يتحسر، فيقول يا رب ده انا كنت بذكرك ساعه ورزقتني بهذا النعيم، امال بقى لو عملت ست ساعات وسبع، يا ريتني كنت سبع ساعات عملت الخير ده، ذكرت الله عز وجل. وزيك سيدنا النبي يقول ليس تحصر اهل الجنه الا على ساعه مرت عليهم لم يذكروا الله تعالى فيها. كذلك الامر مرت عليهم، بالتالي بقى اللي هو ما عملوش خير فيها، جالك الخير اهوت وما عملتش خير، فانت هتندم اشد. مش فرض عليك ولا حاجه، احنا ما بنقولش فرض، لكن خلي بالك انت بتعمل الفرائض، والفرائض دي ربنا يقول شوفوا كده، بس يا رب كان بيصلي بنسبه ده واخد 70% في الصلاه، ما في 30%، او مش مكمل الصلاه، ما كانش مركز فيها، او يا رب طلع الزكاه بس كان بقى عنده رياء وبتاع ومش عارف كده وهكذا. فالله عز وجل يقول طيب يعني ما عليهوش حاجه تاني كده؟ طب انظروا هل لعبدي من تطوع؟ ما هو رب الكريم عاوز اخاله من الجنه. ف ليه يا جماعه تطوع؟ ليه رب ده هو كان بيصلي ركعتين في جوف الليل، ورب ده كان الراجل ده كثير الصدقه اللي هي النوافل لله تعالى، فيقول طب كملوا بقى لعبد الفريضه، يروح واخد من التطوع فيدخل فين؟ ويدخل الى الجنه. الله. يعني هو سبحان الله رحمة ربنا، هو ربنا عايزنا ندخل الجنة، هو يريد منا سبحانه وتعالى أن ندخل الجنة، وهي جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين يبقى سبحان الله ينفقون، ومش ينفقون في السراء بس، لا في السراء والإيه والضراء. يا ربي يعني في سراء ماشي، طب وكمان ضراء؟ ايوه ينفق في الضراء لانه هو واقع في مشكلة فحاسس بالناس، عارفة اللي هو حاسس عنده مصيبة فحاسس بمصايب الناس، فيقول ما تصدق يمكن ربنا يرفع عني هذا الايه هذا هذه المصيبه او هذا البلاء اللي انا فيه. ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يحث الصحابه حثا اكيدا اللي انتوا لابد ان تفعلوا الايه ان تفعلوا الخير. فيجي يقول مثلا من يشتري بئر روما فله الجنه، من يشتري مين كده اللي يقدر كده ويقول انا ده؟ فيروح سيدنا عثمان بن عفان فيشتري بئر روما وله الايه وله الجنه. طيب احنا دلوقتي هنروح يا شيخ احمد ونشوف حاله من حالات مبادره استبقوا الخيرات ونرجع نكمل كلامنا. جوه كل بيت حكايات وظروف الله اعلم بيها، ودورنا في مبادره فاستبقوا الخيرات ندور ونوصل ونسمع ونوصل صوت كل محتاج.
الظروف الصعبة وصلت الحاجة نادية إنها تضطر تبيع سقف بيتها اللي ساترها عشان توفر مصاريف العلاج، وأكيد ده ما يرضيش حد. جاز وفر وقت بقاله يجي 17 ساعة 18، ما كانش سايب مثلا عياله ما اتجوزوش، وجريت لما ربنا كرمني أنا وهم لما جوزتهم، هم جاز عيال ما كانش معايا إلا هم، منهم عيل توفى ومنهم عيل موجود اللي هو جوه الوقت دي ده، كل واحد دلوقتي ببيته وباي. دوك توفى وساب عياله ببيته، ودي ده معاه عياله، معيشتي أنا وحدية معايا ربنا. طبعا هو جوه مثلا بيجري على رزقه، هو برضه عيان عنده السكر وتعبان، أرزاق على باب الله ما عندوش حاجة، ده فضل ربنا ما فيش. وأنا مثلا أبدأ قضيتي أجيب حاجة لقمة أكلها، مثلا أخليه حد يجيب لي حاجة أكلها، كوباية شاي، شوية رز، شوية مكرونة حنة عليها من عند الله. العلاج بقى هو اللي تعبني بقى، كل شهر مثلا أجيب علاج قد كده، حقن وبرشام، وطبعا برشام الضغط كل يوم الصبح أخد واحدة، الشرطان جنبية والحقن جنبية، كل اللي باخده 320 جنيه في الشهر، بركب بال 20 جنيه في التوك توك وال 300 بيفضلوا معايا، بجيب منهم علاج وباكل منهم وبقبضهم يوم 17 في الشهر. شوف بقى، شوف من 17 في الشهر اللي قدوك قد ايه، يعني مش بهرب من امر ربنا، لا بقول الحمد لله، بس ربنا يروق الحال للناس ويحوش المرض عن الناس، ويجعل الناس اللي بتعمل خير يجعلها في مزاد حسناتها، ويكتر من امثالكم يا حبيب عيني. البيت تعبان ما مش لاقي مساعد معاي، ما فيش مساعد، وابني معاه شي حاجه رفض ربنا، ابني معاه 5 عيال وراجل ارزاق، النطره تنطر تنقع عن الميه، نحط الحلال لما تبطل النطره، والفرش طبعا ما عندناش حاجه لا فضل ربنا، لا بوتاجاز عندنا ولا انبوبه ولا عندي حاجه الا فضل الله سبحانه وتعالى. لمتين حطهم جنبك زي ما انت شايف كده، اشتري كل يوم مثلا ب5 جنيه عيش يقضيني مثلا قص ايام، واحمد ربنا زي ما انت شايف البيت قدامك. احتجت انا احتجت علاج، بحت الاوضه اللي انت شفتها دي عشان العلاج بتاعي، بحتها بنص الثمن، وهي راقده زي ما انت شايفينها عريانه، وما برضاش اطلب الا من ربنا، وربنا يجعلكم انتوا حسناتكم كتيره عند الله سبحانه وتعالى. لما توفى ابني حزنت عليه، الحزن وحش طبعا، اثر معايا، لما اثر معايا اثر على عينيا واثر على رجلي، رجلي ما بقدرش امشي، اسند بوي سندين بوي لحد ما اخش الحمام في الجنب التاني كده اللي انت شفتوه ده، ويشيلوني يحطوني على السرير زي ما انت شايفني كده. محتاجه الحسنه اللي ادهانا ربنا من عند الله معينه عشان اتعالج بها، ولا اكشف على عينيا، ولا اكل بها لقمه من عند الله، وتصلحوا لي قطر البيت. انا بطلع خرجش من هنا الا مثلا التوك توك يجي قدام حنك العتبه ويشيلوني يجي حطوني في التوك توك، يودوني لحد العربيه اللي هتودينا اكشف، ويعودوني تاني حبيب عيني. مخنوقه بقول يا رب، وابقى متضايقه بقول يا رب، ما فيش في حنكي الا قالت يا رب. صعبان عليا نفسي ان هو شايلني، ايوه صعب، بصعب على بيصعب عليا نفسي ان هو شايلني دي، بيتهيألي هو بيتقلق مني ان هو زعلان، اللي هو شايلني بيتقلق، يتهيألي ان هو بيتقلق مني. اثرت في نفسي اكتر ان انا كده مش عايشه على الدنيا، يعتبر ان انا ميته. املنا اننا نقدر نساعد الحاجه ناديه في علاجها وستر بيتها وتوفير حياة كريمة ليها في أقرب وقت، وبيكم إن شاء الله هنقدر. فاستبقوا الخيرات في كل خطوة معاك. شفنا مع بعض مشاهدينا حالة الحاجة نادية، وإحنا حبينا إن إحنا نعيدها ونزيحها مرة كمان، لأنه هي فعلا حالة عاجلة، ومحتاجين فعلا أن احنا نجمع لها كل اللي نقدر عليه عشان خاطر نغير حالها، لأنه زي ما انتوا شفتوا هي مريضة، وهي محتاجة دخل شهري وفلوس تاكل وتشرب وتجيب العلاج بتاعها بيها، وهي باعت سقف البيت الخشب عشان خاطر تصرف على نفسها، علشان خاطر تجيب الدواء المرض، تصرف على المرض، فمحتاجين نعمل لها سقف، والبيت طبعا، وزي ما شفنا التواليت دورة المياه محتاجة طبعا انها تتعمل، مفيش طبعا اعمل حتى كرسي. لا انا اخدت كمان بالي اللي هي بتقول ده انا ما عنديش انبوبة اعمل عليها حاجة، ما هو صح ما عندهاش يعني بوتجاز ولا خالص. اي حاجة يعني الدنيا زي ما انت سخن عليها كده. حتى وهي قالت كلمة صعبة جدا، انه انا ميتة، ايوه قالت انا ميتة، انا بعتبر نفسي ميتة. ربنا يعني
انا عاوز اقول حاجتين اتنين بس. الحاجه الاولى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار، فما من احد منا الا وقد اصاب ذنبا صغيرا كان او كبيرا، فمن اراد ان يغفر له فليتصدق. هذه واحده. الامر الاخر، كلنا يعلم قصة الرجل الذي سقى كلبا، لما بلغ به الرجل بلغ به من شدة العطش ما بلغ، فشرب ثم رأى كلبا أعزكم الله فقال لقد بلغ به الذي بلغ به. فإيه اللي حصل؟ فنزل فسقاه، يعني حط الخف بتاعه كده وجاب المية وسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، دخل الجنة وغفر الله عز وجل له لأنه سقى كلبا. فكيف بمن سقى عطشانا؟ فكيف بمن أطعم جائعا؟ فكيف بمن كسى عريانا؟ فكيف بمن ستر إنسانا؟ ده مهم جدا طبعا، ده محتاجين ده. يعني الراجل سقى كلبا فغفر الله له، طيب اللي يسقي الإنسان ويطعم الجوعان وبيكسي العريان ويستر الإنسان، فده أعتقد أن ثوابه هيبقى عظيم جدا جدا جدا. يعني الست دي هي يعني المفروض اللي احنا نقول لها استريحي واحنا نخدمك، اي حد من الناس اللي بتشوف فيها يعني ده منظر حمام حاطين خشبتين وعشان يعني تقضي حاجتها لانها مش قادره ومريضه، واحنا كما سمعنا وعرفنا من مهند ان هي عندها مريضه بالقلب ومريضه بالسكر وعندها الضغط ومش قادره تتحرك، وان هي ممكن بتجيب عيش مشكلة في عينها وتورم في رجلها وعيش وبتبدا تبل وكده عشان تاكل ومفيش حاجه خالص، وباعت سقف بيتها عشان تصرف على علاجها، لا تجيب بها علاج وتصرف على المرض بتاعها، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. فاحنا محتاجين ان اهل الخير يتفاعلوا، فنحتاج الى بذل جهد والى اخلاص والى يقين لاستنقاذ هذه الام الفاضله من هذا يعني خلينا نقول البلاء اللي هي عايشة فيه. وطبعا بفكر المشاهدين ان ارقام تليفون التواصل مع الجمعية المصرية موجودة على الشاشة، مبادرة استبقوا الخيرات والجمعية المصرية، وارقام التليفون موجودة عشان خاطر اللي حابب ان هو يساعد الحاجة نادية في علاجها او في بيتها او في مساعده شهريه للعلاج بتاعها او للاكل او للشرب او السقف او اي حاجه، سواء بقى حاله الحاجه ناديه او اي حاله من حالات مبادره استبقوا الخيرات. فارقام التليفون بفكركم مره ثانيه مشاهدينا موجوده على الشاشه، الجمعيه المصريه مبادره استبقوا الخيرات. طيب شيخ احمد انا بشكرك جدا في النهايه، يعني جزا الله خيرا من فعل خيرا او دل على خير، يعني ونسال الله عز وجل ان يجعل ذلك في ميزان الحسنات انه ولي ذلك والقادر عليه. وانا يعني بشكرك اللي انت بتبقي برضو يعني حلقه وصل، احنا كلنا حلقه وصل في المساله دي، لكن يعني جزاكم الله خيرا ونسال الله عز وجل ان يعيننا ايضا يا رب العالمين. يا رب ويتقبل من الكل يا رب. ومشاهدينا اشوفكم بعد الفصل. عايش في الدنيا عارف انا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا عارف انا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا. وصلنا مشاهدينا لفقرتنا الطبية مع الأستاذ الدكتور كريم صبري استشاري جراحات السمنة وأستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، واللي بنشوف فيها حلول لمشكلة السمنة. تعالوا نشوف مع بعض. السلام عليكم، انا اخوكم ابراهيم السماحي محافظه كفر الشيخ، سني 36 سنه، وزني الحالي 170 كيلو. ان شاء الله هعمل عمليه تكميم مع الدكتور كريم. طبعا انا بعاني من السمنه من سنين، من الصغر يعني، وطبعا عملت كام مره دايت وفشل، وكنت برجع بالوزن ازيد من الاول، وبدأت أدور بقى على موضوع العمليات لما سمعت عنها وعن تطورها الأيام اللي فاتت.
وطبعا شفت الدكتور كريم، انسان على خلق عالي، انسان محترم جدا، وشفت حالات كتيره للدكتور كريم. وما جيت قابلته قعدت معاه، شجعني ولقيت مقابله محترمه جدا منه، وطمني اكتر، والشكوك اللي كانت بالنسبه للعمليه بالنسبه لي راحت خالص. وانا النهارده ان شاء الله باذن الله هعمل عمليه تكميم، ودعواتكم ليا. وطبعا انا مش عايز اقول تاني، الدكتور كريم ده اخ فاضل وانسان على خلق عالي جدا. اهلا بيكم. النهارده هنقول لكم على تكميم المعده. تكميم المعده بالمنظار هي عمليه الهدف منها انقاص الوزن، الهدف منها برضو علاج الامراض المصاحبه للسنه المفرطه. استاذ ابراهيم 170 كيلو، احنا هنعمل له تكميم معده. تكميم المعده الحقيقه من العمليات القويه في انقاص الوزن، قويه في علاج الامراض المصاحبه للسنه المفرطه زي الضغط والسكر والكوليسترول دهون الكبد، كل الامراض المصاحبه للسنه المفرطه. كمان تكميم المعده بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، ويعني ممكن تكون حاجات ميني صغيره جدا. تكميم المعده كمان يمكن اجراءها خلال ثنيات الجلد المخفيه زي البكيني لاين. تكميم المعده يمكن اجراءها باستخدام الدباسات الامريكيه العاديه، ويمكن اجراءها بالدباسات الامريكيه الالكترونيك اللي هي من شركه نيترونيك السيجنيا، او الدباسه الالكترونيه دي بتستخدم التدبيس الثلاثي. بيبقى طبعا احكام اكتر على الانسجه، تقليل في نسبه التسريب، نسبه النزيف ما بعد اجراء العمليات، بتقلل يعني طبعا فرصه المضاعفات بنسبه كبيره جدا. التخلص من جزء كبير من المعده بيخلي الشبع بيزيد والجوع بيقل، لان طبعا تخلصنا من جزء كبير جدا من هرمون الجوع، وبالتالي الشبع بيزيد على فترات كبيره جدا ومنجوعش على فتره اكبر، وبالتالي انزال وزن بصوره صحيه سليمه. طبعا احنا بنحاول ان احنا نبعد عن السكريات، الشوكولاتات، الايس كريم، الحاجات اللي فيها شوجرز كتير ما بعد تكميم المعده، بحيث ان هي يعني تكميم المعده لا تؤثر على الامتصاص، وبالتالي في بعض التحفظات ما بعد اجراء العمليه بالنسبه للسكريات والشوكولاتات والحاجات اللي فيها طاقه عاليه. خروجنا من المستشفى بعد 12 ساعه بنرجع لنشاطنا بعد يوم من اجراء العمليه. اطمنكم على بعض كل ان شاء الله العينين النهارده في الليست، وان شاء الله الاستاذ ابراهيم يقوم بسلامه، واطمنكم عليه بعد العمليه ان شاء الله. بالتوفيق. شكرا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري. انا بس هوريكم خلال فتره قصيره جدا كيفيه التحضير لعمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده هي عمليه سهله، الهدف منها انقاص الوزن، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره. وهوريكم دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها ل يعني فصل المعده عن الدهون، ويمكن كمان قص الجزء المعده وعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه. المستهلكات كلها امريكي طبعا، احنا بنستخدم دباسات، يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي، يا اما كوفيديان او جونسون. الدباستين مختلفين عن بعض شويه في التكنولوجي. يمكن دباسه جونسون دي الغيرات بتاعتها فيها الوان مختلفه شويه بتستهلك، وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه طوله يمكن 6 سنتي. 6 سنتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقه دي، وبعد الدباسه ما بتدخل تدبس بتدبس وتقص ونشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برده 6 سنتي الى ان تنتهي المعده. خلال يعني ممكن تختلف بقى من 5-6 غيرات او 7 غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم اكبر شويه. الدباسه دي كوفيديان، هما ما بيفرقوش عن بعض، يعني التكنولوجي بسيط خالص. دي برده بنفس الطريقه، هو ده الدبوس بتاعها برده 6 سنتي، بنستخدمه بالطريقه اللي زي دي، بنركب الدبوس عادي خالص، وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني. فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدبابيس اللي هي بتخلص لنا طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية. ده جهاز الليجاشور، ده ادفانسد بايبولر تكنولوجي،
اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة بطريقة آمنة، ما يكونش فيها أي نوع من النزيف وما يكونش فيها أي نوع من المشاكل. طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة اللي هي يمكن أحسن حاجة ويمكن أكتر حاجة أبديتد في العالم. كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمه، عشان كده ربنا بيوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج. دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الأوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين، المعدة الجديدة والمعدة المتبقية او دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبة قد تصل الى 80%. دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكي Advanced Bipolar Technology، اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجودة ممتازة، مفيش اي نزيف مفيش اي مشاكل، الامور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة. الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه، نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقة اللي هي تكميم المعدة. احنا زي ما شفنا العملية سهلة جدا، في خلال 10 دقايق بيتم عملية التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكو عن المعدة، بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدبسات اللي احنا وريناها لكم، دبسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقه اللي احنا شفناها دي. دي المعده اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسالونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحه ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعده دي عصرها شويه وبنشفط السوائل اللي فيها وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحيه. ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحة. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعدة نخليها عبارة عن بالونة ونشوف احتمالية الدبابسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل، امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان لظروف ما بعد العمليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا اخوكم ابراهيم السماحي، كان وزني 170 كيلو، عملت عملية تكميم معدة مع دكتور كريم الحمد لله، وعدتكم ان اشوفكم ان شاء الله بعد التصوير بعد العملية، والحمد لله انا زي الفل دلوقتي. طبعا الحمد لله ما فيش ألم خالص، وزي ما الدكتور كريم وعدني الحمد لله ما حسيتش بأي حاجة، وموضوع عد بسيط، وان شاء الله تبقى يعني ولادة جديدة ليا من جديد مع بعد العملية يعني. وطبعا انا تعرفت على الدكتور كريم عن طريق جماعة اصحابي يعني كان عاملين عملية عنده، وبرضه شفته على الانترنت وعلى الصفحة بتاعته، انسان على خلق عالي ووقف جنبي وقفة كويسة ودعمني، وانا بنصح الجميع يعني ان شاء الله الدكتور كريم صبري اخ فاضل وانسان على خلق، والحمد لله انتم شايفيني بعد العمليه الحمد لله زي الفل، وقمت اتمشيت بعد العمليه بثلاث ساعات
وما كانش فيه اي حاجه، وبدات اشرب والامور تمام الحمد لله، وما حدش يتردد يعني ان شاء الله في العمليه، وان شاء الله تبقى تغيير جذري لاي حد بيعاني من السمنه طول حياته، والحمد لله على كل حال. وزي ما انتم شايفين اهو الحمد لله انا زي الفل. اهلا بيكم. احنا بعد العمليه استاذ ابراهيم عمل تكميم معده الحمد لله، عمليه تكميم معده بالمنظار. طبعا في فرايتيز كتيره جدا من تكميم المعده، لكن هي فكره تكميم المعده يعني هي تصغير حجم المعده بحيث ان احنا ناكل كميه صغيره نشبع بسرعه، ما بنجوعش على فتره كبيره بحيث ان يبقى فتره الشبع اكتر شويه وكميه الاكل اقل يعني عما كان قبل العمليه. الحاجة التانية ان احنا بنصل للامتلاء بدري قوي، لان حجم المعدة لو شفتوه بقى في الاشعاعات الثلاثية ما بعد العملية حجم المعدة قد لا يتعدى 120 سنتي، وبالتالي بنصل للامتلاء بدري. المخ بياخد اشارات بدري وتكون سريعة ان احنا وصلنا للامتلاء بسرعة جدا عكس الطبيعي اللي كان بيحصل ما قبل اجراء العملية. طبعا العملية بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة اللي هي المنظار العادي، طبعا فتحات صغيرة جدا، يعني بعد ساعتين ثلاثة بنبتدي نتمشى، ست ساعات بنشرب، المفروض يعني خروج خلال 12 ساعة ما بعد إجراء العملية. طبعا السرعة في الخروج هو ضمن منظومة الفاست تراك. الفاست تراك معناها انه في مجموعة أدوية، مجموعة تنظيمات، مجموعة ترتيبات للمريض بحيث ان هو يخرج في وقت صغير. كنا بنسمع زمان على تكميم المعدة أو تحويل المسار إنه بيقعد في المستشفى بالأسبوع، لكن دلوقتي 12 ساعة كافيين جدا إن أنت تعمل العملية بتاعتك وتخرج بالسلامة، يعني نص يوم تقريبا. إحنا بعد العملية مش لازم نقعد في البيت فترة كبيرة، إحنا بعد الخروج اليوم اللي نخرج فيه نقعده في البيت، ولو ممكن ناخد يوم كمان لو يعني الوزن كبير قوي، لكن إحنا بننصح الناس كلها إنها تنزل شغلها على طول، ما تقعدش في البيت فترة كبيرة وتمارس نشاطها الطبيعي، لان العمليه اصلا بالمنظار ما فيهاش فتح جراحي اللي هو يعني المعتاد، فالمنظار سهل كتير جدا من العوده للعمل ورجوع للنشاط الطبيعي. اي نشاط ممكن نمارسه عادي، يعني ما فيش مشكله، سواء شغل فيزيكال او شغل منتال اكتر، يعني ما فيش مشكله ان احنا نرجع لحياتنا الطبيعيه. خلال الاسبوعين اللي هم بعد العمليه بنمشي على يعني مجموعه تغذية معينة تناسب حجم المعدة أو تناسب طبيعة المعدة ما بعد إجراء العملية. الأسبوعين بقية الشهر الأول بنبتدي ناكل بس بطريقة برضو منتظمة، مع انتهاء الشهر الأول بيتم يعني إن احنا ممكن ناكل أي حاجة اللي هو الطبيعي بالنسبة للبيت العادي، بس بكميات تتناسب مع حجم المعدة. احنا بننصح طبعا بممارسة الرياضة أو المشي يعني طبعا في أول شهر، و ممارسة الرياضة بصورة أكبر شوية بعد الشهر الأول، ده بيساعدنا في إن احنا ننزل يعني بصورة صحية أكتر، الجلد بيتشد أكتر، إن احنا يعني نبقى بنحرق أكتر. وبالتالي اللي احنا عايزين نوصله من الشورت فيديوز دي إنه تكميم المعدة عملية سهلة قوية في إنقاص الوزن، آمنة تماما باستخدام التقنيات الحديثة، مجموعة الفاست تراك في التخدير، باستخدام الدباسات اللي هي الذكية في إجراء العملية، الدباسات الإلكترونية. طبعا كل دي تقنيات بتسهل، وحتى يعني احنا بنركز في الحاجات الصغيرة بالنسبة للتخدير كمان. التخدير طبعا حتى الأدوية بتاعت التخدير لازم تكون ضمن منظومة الفاست تراك، بحيث ان المريض بمجرد انه يخلص العمليه يبتدي ان هو يعني يبقى فايق وصاحي يعني للمجتمع او صاحي للي بيحصل حواليه، ما بقاش زي زمان ان احنا نقعد فتره كبيره، لا دلوقتي الانظمه الفاست تراك نظمت الامور اكتر شويه وبقى الافاقه اسرع، وكمان باستخدام المناظير الحديثه في اجراء العمليات سهلت اكتر على الجراح، سهلت اكتر على المريض. عايزين نقول انه رسالتنا ان عمليات السمنه هي عمليات امنه تماما، عمليات يمكن عملها وخروجنا في وقت قصير قد لا يتعدى نص يوم او 12 ساعة في المستشفى، وبنصح كل الناس ان هما كل واحد ياخد خطوة ايجابية ان هو يكسر السايكل بتاعت الوزن، لان السمنة دايما بتحبس الانسان جواها. اتخلص من السمنة، اتخلص من الامراض المصاحبة للسمنة المفرطة، وتمنيتنا لكل الناس بالشفاء وان هما يتخلصوا من وزنهم، ونطمنكم على كل الناس ان شاء الله، ونقول للاستاذ ابراهيم الحمد لله على سلامتك. شكرا.
مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس.